هنزل انتشر وسط الجمهور. سلام حضر وحمام الانتفاضة وسلام حضر وحمام العبارة والشطارة والنوح بالكبير من هرارة شفت حارة فيها هموم كتير. الانتفاضة وسلام حضر وحمام الانتفاضة وسلام حضر وحمام العبارة والشطارة والنوح بالكبير من هرارة شفت حارة يا رب تكونوا مبسوطين ان شاء الله. بص الملك مليان حاجات حلوة ويا رب نمسكهم ان شاء الله. و أول مرة نعمل حفلة في الاستاد، الجمهور كمان كان شكله يفرح جدا وكان وحشنا، ويا ريت يفضل في حفلات كتيرة في الأماكن زي الاستاد والأماكن المفتوحة الكبيرة، لأن الجمهور بيبقى نفسه في حفلات في المكان الواسع، ويا ريت يفضل غيرنا إحنا كمان، يا ريت كل الناس في مصر تعمل حفلات في المكان ده. بس النهارده الحمد لله الجمهور كان بيجي لنا الساقيه مكان برضه كان ساعته اصغر شويه، فالنهارده الناس كانت مبسوطه الحمد لله. الجو بس كان حر شويه بس الناس استحملت. انا مبسوط ان في ناس برضه اول مره يجوا لنا حابين فريق كايروكي، والحمد لله بقى حلو فكره ان انت تستفيد من الجمهور من فرقه اخرى. بالظبط. هم برضه استفادوا من فرقه النهارده، يعني دي حاجه كويسه. يا ريت كل فرق مصر تعمل فرق تلعب مع بعض فرق كبيره عشان ده بيوعي الجمهور لنوع المزيكا الجديد. طب شايف المكان بيأثر على تفاعل الجمهور من الاستاد ساعي الكلام ده؟ طبعا التفاعل بيزيد اكتر. طب شايف ان في تنافس ما بينكم وما بين كاريوكي او ما بين التيمات اللي طالعه والاباندات؟ هو اوريدي في نفس كل الفرق مش منطقي، يعني احنا كلنا فرق. فريق كاريوكي مؤخرا بدات شعبيه اكبر بكتير من الاول قبل الثوره يعني، واخذ وسط بايرن زمان من شباب قبلينا مثلا اربع خمس سنين. احنا كلنا الحمد لله انواع مزيكا مختلفه، نوع مزيكا وكاريوكي نوع مزيكا وسط بلد نوع مزيكا ومسار اجباري اللي هو الروك الشاب كده. ده كويس ان هو بيوعي الناس للمزيكا دي. المزيكا دي شويه بتدي زي طفره للاخلاق. المزيكا بتهذب الدنيا غير الدنيا دي طعم تاني وحاجة تانية.
احساسك ما بعد وزن مطلوب تسكت تموت ما بعش اسير كانت مطلوب منك السكوت تكون انسان بديل احساسك ما بعد وزن مطلوب تسكت تموت ما بعش اسير انت بدون غرامة وما يلقب مهانة انت بدون حروف اسمك ما هنت في قلبي سكن القلب عارفة بصيتي وحالي ومين غيرك في قلبك تبلو مرسالي أما بعد منيش عارف جوابي ده جوابي كان معودتش بحسب الصفحات معودتش بحسب الإقلام معودتش بحسب اللي ضاع من الأيام كفاية لي وقلبك لو بقلبي حس أو شاف واستغفر لذنبه صام ويا ما في نفسي يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما في نفسي تيجي القلب وتحن ولازم تعرفي اني لا انا عفريت ولا جني بحبك بس ايد عصر كتير مني فمش هقدر اجيب لك من الذهب كف واجيب لك من الياقوت كف كمله مش هقدر اجيب لك بيت يموت القطر لو لف في ما لف كفايه اني بحبك وموت وحب الناس ما لا موار وحبي عكسهم ايه الاخبار؟ الحفله بالنسبه لي النهارده انطلاقه لاسم المزيكاتي باند عامه مش خالد مصطفى لوحده. الحفله النهارده فيها نجوم كبار جدا زي كايروكي وبلاك تيما ودول باندات كبيره في الوطن العربي كله الناس كلها تتمنى ان هي تطلع تغني معاهم النهارده. الحمد لله احنا استعدينا للحفله بشكل كويس هنطلع نقدم اغاني مختلفه عن اللي هتتقال النهارده من خلال كايروكي او من خلال بلاك تيما وهنقدم بشكل مختلف عن اللي احنا كمان بنقدمه في حفلاتنا في الاماكن المختلفه. خلاص احنا ما فيش ما بيننا اي منافسه ولو في منافسه هتبقى منافسه شريفه بس هم بيغنوا اغاني ومزيكتهم مختلفه عن المزيكا اللي احنا بنقدمها عامه وهم باندات كبيره جدا يعني احنا لسه باند من سنتين الحمد لله عملنا اسم كويس بس برضو مقارنه بكايروكي وبلاك تيما هم بقالهم سنين بيغنوا في الاندر جراوند وفي الوسط الفني ف مفيش منافسه خالص لا يعني كل واحد بيقدم لون مختلف على حده عن التاني. طب ايه اللون اللي بيقدمه مزيكاتي باند النهارده النهارده احنا هنطلع نغني انت عارف ان المزيكاتي باند بيغني كل الالوان وكل الاشكال المختلفه عامه في المزيكا بنقدم اشكال مختلفه بس النهارده ان شاء الله هنطلع نغني قصيدتين ان شاء الله وهنا يعني هنتجه لموضوع القصايد ده الفتره اللي جايه برضو في المزيكاتي باند هنغني لغه عربيه فصحى كتير الفتره اللي جايه ان شاء الله بنحضر لحاجات كتيره هنقدمها ان شاء الله الفتره اللي جايه فاحنا عامه اغانينا كلها مختلفه عن اللي هيتقدمه النهارده لبلاك تيما وكايل تاخد الغنوه للشكل اللي انت عايزه مش الغنوه هي اللي بتاخدك للشكل اللي هي عايزه تغنيه انت الفنان هو بياخد الغنوه للمكان اللي هو عايز يسمع بيه الغنوه ديت وانت شايف الجمهور حابب يسمع ايه فانت بتحاول تعمل للناس اللي تحت الناس اللي هي جت عشان تسمعنا وجايه عشان تفرح معانا وتتبسط فانت بتعمل لها الاغاني ليهم هم احنا ما بنعملش الاغاني عشان خاطر المزيكاتي باند او عشان خاطر كايروكي او عشان خاطر بلاك تيما لا خالص. طب جات لك منين فكره ان انت تقدم الباند جات له منين فكره ان هو يقدم حاجه فصحى يعني حاجه جديده لون جديد مثلا ولا ده من ضمن الاغاني اللي احنا بنغنيها بتاعتنا طبعا احنا مش هنغير شكلنا ولا هنغير جلدنا زي ما بيقولوا خالص لا احنا بنغني الشكل بتاعنا بس هنضيف على الاغاني بتاعتنا لغه عربيه فصحى وحاجات مختلفه كتير من اماكن مختلفه كمان متعاونين مع شعراء من الخليج كمان ده حاجات جديده بنعملها فيا رب يا رب بس الفتره اللي جايه تبقى فيها استقرار اكتر وامن اكتر ودي بدايه بشره خير زي ما بيقولوا ان الحفله النهارده تكون بالشكل ده يا رب تتم تكمل على
على المستوى دوت ونفرح كلنا ان شاء الله ويبقى فيه حفلات كتير على نفس المستوى دوت واشوف فيها الجمهور ده كله يا رب. طيب خالد هيقدم لنا ايه النهارده بقى؟ عايزين نسمع منه حاجه. عايزين نسمع من اللي هيقدمها النهارده. اوكي. ماسك عودي اغني لبلاد عربيه فاستفزتني وقالت انه عصر الاغاني الوطنيه كيف يا سيدتي كيف اثبت انني رجل امامك دون ان اعشق ارضي مثلما اعشقك حتى الشهاده.